وانا صغيره لما كنت بعيط او بعمل اي ازعاج في البيت، ماما كانت على طول بتقعدني قدام التلفزيون بالساعات لغايه لما ما بقتش اعمل اي حاجه غير ان انا اتفرج على التلفزيون. لما كبرت ده اثر عليا عشان ما كنتش بعرف اتعامل مع الناس خالص. لو ابنك بيزعجك ما تحاولش تخلص منه، حاول تعلمه وتنميه. السنين الأولى بتفرق.